حنا الا فتات سدنا لافاجات راه ما راه ما عندنا ما نديرو راه راه عندنا ثلاثة ديال الدراري وعاد الويدة وما خدامش عاد الويدة حتى هي عاد مريضة حتى مسكينة وإلا فتات سدنا لافاج راه ما عندنا ما نديرو والو وأصلا ما تنضيعوش الشيما وإلا فتات سد لافاج راه عباد الله راه غادي يعودو خصو طومبيلتهم بثلاث صولار أربع صولار في الدار حنا راه تصل ما كافي باش نخصو الطومبيلات هنايا الما اللي كنضيعو حنا فين نقدرو نعاودو نديرو ليه واحد نقدرو نجمعوه بحال قلتي فشي بلاصة ياك وتعاود تجدد تعاود دير ليها التصفيه ديالته لا نشريو شي مصالح الشرب ونخدموا به حنا اصلا ما كنخدموش بمصالح الشرب الا فحال تحطوا ولا ان شاء الله يحفظ راه وتدونا لافاج راه ما غادي نلقاو الصراحه ما ناكلو ما عندناش شي خدمه اللي غادي نعولوا عليها وما عندناش شي صالير اللي مزيان اللي غادي نعولوا عليه ولا شي ولا خرجوا لنا شي تعويض على حساب هذا السدان هذا كاين اصلا ما غاش الا فاتت فلتره ما غاش عارف كاين واش تفلتره حيت اصلا كاين كيجي كيحطك طومبيلته وكيمشي كيقول لك انا غسل لي طومبيلته وصافي فهمتي يحاولوا ما امكن يجيروا داك الروسيكلاج الماء باش ما كان لاقصى درجه يحافظوا على الماء ما الا جيتي ترش كل طومبيله كترشها كامله وتعاود داك سميتو ديال البنوه حتى هو تضربوا بزاف راه خصك دغيا تدوز فت 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 باش كدير الصابون دابا راه الصابون هو اللي كينقي ماشي الماء بقى خدام بيستولي قسم ولا شحال تخدم بيستولي بلا شحال كتخدم به دقيقه جوج دقائق صافي دغيا هي كتشل الطومبيل صافي كتحيد دابا راه خدام 10 سنين انا في هذا لاباج وانا حرفتي دابا هي لاباج ما عندي حتى حرفه والو وعندي اربعه الوليدات ما كاين اللي يخدم عليا ما والو بوحدي ويدياتي ضروني دابا راه خطاني لاباج ما كاين عندي حتى والو هي خدمتي شي تاع السده اللي بقيتي نسدو ولا ما كافي غادي نمشيو ولا سده لاباج ما كافي غادي نمشيو ما تنضيعو شي ما بزاف راه شي صديق الماء ولا ما كاين كاع ماشي شي حاجه كثيره ماشي بزاف يلا تقداش في القضيه قلنا ما تحلت ليها وانا كذا يلا يلا هذاك البيسيلا تيحافظ على الماء ما يخرج الماء بزاف شي هاد سطلت الماء كاع وباش نوصل الطومبيل حكاش داكشي تاع الطومبيل ما تنضيعش حنا بزاف كاع شي حاجه كثيره ما كايناش